كان في أجهزة تكون عنده يتسلى فيها، لأنه هذا عامر ما كان يطلع يروح يجي مثل الأطفال يلعبوا، فهو كان يلعب دائما بلاي ستيشن، هذا جهازه ومكان الوحيد اللي كان دائما يظله ساعات طويلة يلعب عليه. صار يشوف التشكيلات المدربين الفرق، هو يشكل يحط زي ما بده. كنت ألعب بكل أندية وكل الفرق يعني، وكنت أشوف المباريات وأتبع ورا المدربين كيف بيلعبوا، طريقة اللعب، وطبعا استديوهات التحليل أشوف المحللين. تحياتي لكم جميعا، معكم محلل بيتي. جبت الفريقين إذا كان هناك إدارة صحيحة للكونتي هنلعب 3-5-2. تحليلي بعمل عن طريق اللي هو جبته من أمريكا، بشرح طريقة اللعب اللي المدرب مفروض يعملها، بشرح الأسلوب. مع الأسف أغلب المجتمع بيهتم بالمظهر، بس طبعا أنا الحمد لله أنا إني كنت عارف إني رح أواجه كل هاي الصعوبات فعادي جدا. أنا مؤمن بالله وأنا بدي أعمل وساوي، وأهلي كمان إنه بدي أخليهم فخورين بهذا يعني الابن اللي صبروا عليه ووفروا له كل إشي، بدي أعطيهم إشي بسيط يفتخروا فيه قدام الناس.